مش مقابلة ولكن المتوقف إلى رحمة الله. سين هل كان المتهمين لديهم سبب الإصرار والتأني والتدبير؟ هل كان المتهمين يعني انا اصلا حدث السؤال ده حد معلش السؤال مهم جدا يعني هم كان عندهم تدبير وليه دليل على ذلك ان هم بعتوا جابوا منوم من مكان بره البلد ونصوا استخدموا وانتظروا لما ناموا كله ده كله تدبير والتجهيز لقتل والدهم بدليل ان منهم من قام باحضار المنوم ومنهم من احضر العصير ومنهم من قدمه ومنهم من قتل. هل دور المتهم السادسة اقتصر على الاتفاق والتحريض فقط؟ السادسة هنا معنى كده أجيب أيوه هو دورها كان الاتفاق معهم على القتل والتحريض ولم تكن مدوجة على مصلحة الجريمة. هل كانت نية القتل الخاص والتخلص من هذا من والدهم كانت متوفرة لجميع المتهمين؟ أكيد أيوه كان عندهم نية القتل والعزم على قتله والتخلص منه. سين أخيرا محمد بيه كيف توصلت إلى ذلك؟ ثلاث تحريات سين أخيرا مصدر القضية بتاعتنا أو الواقعة بتاعتنا ما التحريات؟ عايز أعرف بس إزاي الرئيس استخلص التحريات بتاعت القضية دي وجابها إزاي؟ سين الدفاع الخاص مع المتهم الأول والثاني المتهمين الأول والثاني كيف استخلصت بتحرياتك فقط في الوصول الى تلك المعلومات؟ تمام يا معلومات سريه ومصادر لا يمكن الافصاح عنها. تمام معلش كيف نما الى علم مصادر السريه بتلك التحريات رغم ان الوفاه تمت من سنتين ونص وتأكدت انها وفاه طبيعيه وحصل هذا السؤال ليس له محل ايه؟ تمام يا رئيس. العميد محمد قال ما احنا طورنا، انت نسيت احنا طورنا وساومنا. طورنا. هو طور المناقشه. تمام معالي الرئيس. وصلنا. ما انا عايز اعرف مدى المساومه اللي خلتني انا اعمل حاجه ضد طبيعه البشر. انا الجريمه بتاعتي دلوقتي مش جريمه قتل، جريمه اعتراف. والادله بتاعتي تحليات واصلها مصادر سريه. في حين انها دلوقتي معايا شهاده وفاه طبيعيه بتقول انها الوفاه حصلت هبوط حاد في الدوره الدمويه. كمان الرئيس قال معلومه ان في نفس المركز او في نفس البلد اي حد سنه كبير ما بيكسبوش عليه البقاء لله ويدفن. تمام عليك؟ في حين ان تم الكشف عليه ان الساده الدكتور محمد عامر وتم ان هو توفى نتيجه هبوط حاد في الدوره الدمويه. ومن خلاله لا مؤاخذه معالي الرئيس. ومن خلاله تم عمل شهاده وفاه. لإما احنا كده بقى وقعنا في موضوع كبير جدا. ان احنا عايزين نفتش على الناس اللي توفت كلها. طب نقدر نصير السؤال عايز سؤال. تمام معالي الرئيس. انا عايز اعرف بس التحليات وبما ان الدليل بتاعنا كله مصدر سري. طب لو انت بتقرا القضيه كده. تمام معالي الرئيس. بصرف النظر عن حقيقه
تمام مع الرئيس. وانت بتقرا قضيه احوال هناك واحوال هناك، سيبك بقى من ظباط المباحث والتطور والكلام اللي قلناه عليه. تمام. الكلام اللي هم قالوه رايك تطرانا. لا لا يعني رايك يعني كتعليق رايك فيه. تطرانا وتعلمنا من عدل معاليك ان احنا بنحكم على واقعه القضيه بالقانون. تمام. وليس بالاحساس. وليس بالمساومه. انا بتكلم على اقوال هم على حسب الاقوال برضه. أيوة. انا ممكن دلوقتي وانا قاعد وعند السيد محمد ايوب مع احترامي الكامل لمعاليه هقول اللي انا عايزه، هقول اللي هو اللي محمد بيه عايزه، وهطلع النيابه العامه مع احترامي الكامل للنيابه العامه وعدل النيابه العامه بجهلي وعدم وعي، تمام، اايد نفس اقوال السيد محمد ايوب عن طريق المساومه، تمام، عشان تخوفا او عن طريق التساؤل. ان انا ممكن احط نفسي في قضيه ثانيه، احط نفسي في قضيه ثانيه. يعني انت عايز ان ممكن يكون اقرر في النيابه العامه تحت تخوف. تخوف او رغبه. تمام، مش من النيابه العامه. سؤالك الاخير محمد بيه، ممكن السؤال كله الاخير. معالي الرئيس، احنا دلوقتي احنا كنا بنناقش واقعه ثانيه خالص، واستخلصت في واقعه جديده عليا. تمام. عن طريق ان الناس دي قتلت ابوها. وعملنا رحله كلنا يلا نقتل بابا. اتنين يروحوا يجيبوا الدواء. البنت تجيب دواء من الصيدليه من بلد ثانيه. وبنتي والسيده الثانيه تحط له المنوم، والاستاذ يمسك المنوم ما يشتغلش. ما شاء الله صحته كانت جامده، مع ان الرئيس قال ان هو سنه كبير. يعني المنوم ده هيشتغل معاه اكيد. وتجاب من بره البلد وانا مرتب للواقعه، يبقى لازم اسال دكتور مختص واعرف المنوم اللي هيقدر يقضى على البني ادم ده عشان اقدر اتحكم في حياته. تمام يا ريس؟ ما قضاش. وصل المتهم الاولاني ان انا اجيب طرحه واكتم نفسه او اجيب مخده واكتم نفسه وبرده ما ماتش. سبحان الله ما ماتش، سنه كبير وما ماتش. اثنين، واحد ماسكه والتاني ماسك طرحه وسادة على بقه وبرده ما ماتش. بعد كده بنضيف عليها واقعه اللي انا امسك ايد هون Thank you.